لا تنسى حلل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة ميد راديو. الله يبارك فيك. مرحبا بك في مدينة فاس وفي منطقة بن سودا وفي منزل حميد سابات. شكرا جزيلا لك. مرحبا مرحبا، تفضلوا. شكرا. تفضل. مرحبا. باب ميد راديو، برنامج حجة وزيارة في مدينة فاس. سي حميد، شكرا لأنك استقبلتنا في أول حلقة من حلقات برنامج حجة وزيارة. كيف ما قلتي في مدينة فاس، وهذا شهر رمضان، احنا وسط العائلة ماشي مع حميد شابط بوحده. مرحبا. ممكن تقدم لنا أفراد الأسرة؟ في البداية لابد من لا بد عندك لا بد ضروري وأساسي على شركة الحياة فاطمة طارق الابن الأكبر نوفل شباط، الزوجة ديالو بطبيعة الحال أمامه، الابن الأكبر أمير عبد الحميد ودريس مولاي دريس بارك الله، الابن الثاني نبيل شباط، ابن الثالث ياسين شباط غير متزوج، عازف نبيل متزوج، الله يسهل عليه، الزوجة ديالو أمامه مروة، السي نضال والسي الغالي بطبيعة الحال الابن ديالو، والبنت ريم اللي هي آخر العنقود. تبارك الله، كيبان لي شرفتي واقيلا السي تقريبا تقريبا الوليدات والاحفاد تقريبا ولله الحمد لله هاري من نواقي الحمد لله واخا ما صلع وداك الشيء ماشي ماشي بزاف الحمد لله هذا من فضل ربي. طيب سي حميد، شنو الحي اللي ساكن فيه دابا؟ احنا دابا احنا متواجدين في مدينه فاس العاصمه العلميه في منطقه بن سودا. نعم. اللي سكنتها شخصيا مع الزوجة آنذاك والابن الأول نوفل في سنة 1986 86 واللي كانت عبارة عن حي شعبي، وكان عبارة عن براريك، وكانت واحد المنطقة مهمشة بحكم أنها كانت تابعة للجماعة القروية عين شقة في آنذاك. إذا هنا تطرح واحد الإشكالية ديال الاختلالات اللي عاشتها المدن الكبرى في المغرب وخصوصا مدينة فاس، هي الجنبات والضواحي المدن اللي كانت دائما أحزمة الفقر، واللي دائما كانت تابعة لجماعات قروية، وانتم تتعرفوا الإمكانية للجماعات القروية من ناحية البنية التحتية ومطلبات الحياة الحضارية، ومن هنا كان الاختلال ما بين المدينة وما بين الضواحي ديالنا. نعم. اللي كنا دائما تنعتبروها الحزام الأسود. إذا منذ 86 ملي سكننا، في 87 تحملت مسؤولية كتابة فرح حزب الاستقلال بمنطقة بن سودا، وعملنا إلى جانب عدة إخوان اللي كانوا تدبروا الشأن الحزبي في هذه المنطقة، منهم اللي توفي رحمه الله، ومنهم ما لازال على قيد الحياة، واللي الحقيقة المناضلين اللي كانوا في هذه المنطقة واللي زالوا واللي لا زالوا يناضلون، مناضلون أكفاء واللي قدموا خدمات جليلة لهذه المنطقة. وانتم تتشاهدوا اليوم منطقة أصبحت متطورة بشوارعها بأزقتها، الإنارة العمومية، الماء الصالح للشرب، المؤسسات العمومية، مقرات. وبقيت مستمر بطبيعة الحال بعد ما تحملت أول مسؤولية في المجلس البلدي بعد الإضراب 14 دو جنبير وتقسيم المدينة فاس إلى ثلاث عمالات، إقليم فاس إلى ثلاث عمالات وبلدية فاس إلى خمس بلديات. كنت ترشحت بلدية زواغة اللي كانت تضم مناطق اللي كانت تابعة لعين الشقاف وبعض المناطق اللي كانت حضارية ولكن كانت مهمشة. نعم. هي منطقة المارينيين بن دباب 45 اللي كانت منطقة أنا ذاك تابعة لبلدية فاس ولكن كانت من المحيط اللي هو مهمش، ومن 92 وحنا نشتغل داخل الجماعة. ذكرتي لي قبيلة ديال 14 دو جنبير 1991 1990 1990 عفوا، وانا في الحقيقه ماشي باغي نعرف شنو وقع بالضبط لانك انت شاهد وفاعل في الاحداث، ولكن بقات فيا الزوجه ديالك مسكينه، الناس كيتزوجوا كيتبرعوا مع رجالتهم وانت دخلتيها في المشاكل. ايوا، اولا الزوجه ديالي حدا هي مناضله قبل كل شيء، تربت بطبيعه الحال داخل الحزب منذ الصغر،
وكانت أول مرأة اللي تم اعتقالها في الإضراب 14 دجنبير 1990 إلى جانب الإبن نوفل أنذاك اللي كان في العمر ديالو حوالي 19 سنوات. تم اعتقالهم. شنو وقع ذاك النهار بالضبط؟ أداو الثمن من طبيعة الحال وهي غتحكي على كيفاش تم اعتقالها والظروف اللي عاشتها في مخفر ديال الدرك، لأن ذاك الساعة منطقة تابعة الجماعة قروية بحيث كان الدرك كانش الأمن يعني الشرطة كان الدرك. الإضراب 14 دو جنبير جاء نتيجة الاختلالات اللي كانت تعرفها مدينة فاس ما بين أحياء شعبية وأحياء راقية، وكذلك كان واحد الاحتقان اجتماعي اللي عرفته مدينة فاس لأن هذه المدينة بتاريخها العريق واللي لعبت واحد الدور أساسي في تطور الوطن وتطور العالم الإسلامي، واللي حافظت على المذهب المالكي عن طريق جامعة القراويين أقدم جامعة في العالم. نعم. هذه المدينة عرفت واحد التهميش منذ الحماية توقيع وثيقة الحماية 1912 أنا جاي وغادي نعطي علاش. نعم. مباشرة من بعد الحماية تم نقل العاصمة من فاس إلى الرباط. إذن من بعد الاستقلال استمر التهميش ديال المدينة وكانت عليها واحد المؤامرة خطيرة جدا من كل الجهات، لأنه المستعمر لقى فيها المقاومة الشديدة، المستعمر ما استطاعش يضبط المدينة واليوطي بقوته آنذاك وبتخطيطه وقام بواحد دور كبير، ولكن المقاومة ظلت شامخة عن طريق الصناع التقليديين، عن طريق الساكنة اللي كانت منظمة، وعن طريق العلماء اللي كانوا تأطروا هذه الحراف والمهن اللي تتمتاز بهم مدينة فاس. إذن من هنا كانت المؤامرة وقد تصيد المستعمر على مدينة فاس وصبحت قرية صغيرة. نعم. ومن هنا كان انتفاضة ديال 14 دو جنبير 90، وهذا الانتفاضة لأنه شاهدتها وشاركت فيها وعشت فيها وأطرت لها من طبيعة الحال وقد تنتحاكم لمدة 6 سنوات يعني 96. كيف بدأت الصباح؟ أنا جاء كيف بدأت سيدان. إحنا كنا دايرين إضراب الاتحاد العام الشغالين. نعم. عضو أنا ذاك في المكتب الجهوي الاتحاد العام الشغالين بمدينة فاس والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. إذن بعد ما كنا أعلننا على الإضراب العام وكانت داخلة معنا جوج الأحزاب قوية أنا ذاك. نعم. وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. إذن 3 شهور ديال العمل، 3 شهور ديال التوعية، توزعت مناشير، وكان واحد رد فعل ديال السلطات آنذاك اللي كان رد فعل قمعي بطبيعة الحال فيما يخص التحركات ديال المناضلين، فيما يخص الحضور بعض الأجهزة الأمنية في لقاءات تأطيرية بالنسبة للنقابيين. حاضرين. إذا احنا قبل إضراب 3 أيام لما تم استدعاء الأخ عبد الرزاق فيلال والأخ الأموي إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط وتم تهديدهم، كان صدر بلاغ من المركزيات على أن الإضراب سيكون ولا زال قائما. نعم. ولكن طلبنا من النقابيين ومن المواطنين أن يلتزموا بيوتهم لأنه قد يكون رد فعل عنيف بالنسبة لوزارة الداخلية، وكانت تهديدات معروفة كنا عارفين أنه الأمور لا تحمد عقباه. إذن هذا القرار اللي خدته المركزيات جعل أنه المواطنين تستجبوا وقع كان إغلاق المحلات منذ الصباح الباكر. نعم. السلطات في مدينة فاس عملت على أولا تشغيل الحافلات عن طريق العسكر، عن طريق القوات المساعدة، وعن طريق سائقين اللي خارج النقابات واللي كانوا إضراب باش يهرسوا الإضراب، وبداو تيتصلوا ببعض المحلات التجارية باش يحلوا المحلات التجارية ديالهم بالعنف، وكاين بعض المحلات اللي بأسلحة نارية تم حلهم يضربوا القفولة ديالهم باش يتحلوا، مما جعل انه ذاك الحافلات اللي هي كانت بالمجان في ذاك الصباح تتنقل الناس من الاحياء اللي لقى طوبيس خاوي وبالمجان الا تنتقل أركب وسط المدينه. اذا تلقاو كل شيء شاد، المقاهي شاده، مطاعم، الحركه منعدمه. اذا بقى التساؤل اش وقع. كذلك في مثلا في الخامسه صباحا تيبداو العمال
سيلتحقوا بالمؤسسات العمل ديالو. نعم. اذا كاين واحد الضغط اللي وقع على بعض المؤسسات باش ينقلوا العمال ديالهم. اذا هاد المؤسسات اللي وقع الاتصال بهم كان واحد رد فعل، اذا بقات المشادات في الصباح الباكر. كان انزال امني في مدينه فاس خطير وخطير جدا، وانا ذاك الجميع كان تيلاحظ انه السلطات الامنيه هي اللي كانت تبحث عن الفتنه، هي اللي كانت السبب في اشعال الفتنه، بحيث ناس جمهرات، ولكن التجمهور كان عنده بالمقابل واحد رد فعل. علاش فاس بالضبط؟ يعني وفاس فاس لتاريخها اولا أول عاصمة سياسية في المغرب، كتكون في الدار البيضاء، والقرويين لجامعة اللي ظلت تؤطر الحركة الوطنية تأسست في مدينة فاس. حتى البيعة، وهذا التاريخ، حتى البيعة كانت لا تجوز إلا عن طريق علماء القرويين، لأن هذا واحد التاريخ لهذه المدينة تتزخر به. إذن المستعمر أول ما عمل به هو أنه يتلافى دور العلماء في تدبير الشؤون وفي إعطاء الدروس في القراوين كانت حرب عليهم، ونفس تعلل الفاسي الجابون لمدة 9 سنوات ثم الملف الاختياري 20 سنة، وكان أحكام قضائية ضد الوطنيين باش يغادروا مدينة فاس. هذه كلها المؤامرات اللي كانت على هذه المدينة اللي تنعتبرها شخصيا وتعتبرها المؤرخين أنها مدينة مقدسة. نعم. ما تنهضروا على المدن المقدسة، تنهضروا على مكة، على المدينة، على القدس، وعلى مدينة فاس. إذن هذه المدينة لابد ما تكون مستهدفة. وديما تنقولوا واحد المثل شعبي، فاس والكل في فاس. إذا تتهضر على فاس والكل في فاس، تتعرف ما معنى استهداف مدينة فاس. ولهذا هذه المدينة دوزات نكبات، دوزات ازدهار، دوزات سنوات ديال الإشعاع، دوزات تاريخ حافل، ولكن دائما تتبقى شامخة خالدة رغم المؤامرات ورغم المكائد، لأنها تنعتبرها دائما زاوية. فاس زاوية، ما يمكنش تدوز أي حي من الأحياء فاس إلا وتتلقى ضريح العلماء، ضريح ديال الشهداء، مختلف بقاع العالم اللي كانوا تقصدوا جامعة القرويين. اسمعوا الحاجة، تعاود لنا شوية على النهار ديال 14 جنبير، كيفاش أنها هي الناس اللي تعتقلوا في ذاك النهار، خرجت عليها سيدي حميد وقيلة. إيوا النضالها اللي خرجت عليها في الواقع، ولكن هذا شرف كان. كيف جا ذاك النهار ديال 14 جنبير، شنو وقع بالضبط؟ الأول كنرحب ميد غاديو اللي جات زارتنا في البيت هذا شهر رمضان المعظم. طول عمرك. وتنشكرهم جزيل الشكر، وتنقول لجميع المغاربة رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعلى المسلمين بالرزق والرفاهية والصحة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وشكرا لأنكم فتحتوا لنا الباب. لا مرحبا بكم سيدي، مرحبا، راكم في داركم، بارك الله. بالنسبة لليوم 14 دو جنبير كان واحد اليوم تاريخي اللي ما يتنساش، لان كنت الدار ديالنا جايه في الشوكه، كانوا تيجيو رجال الدارك باش يطلعوا باش يضربوا المواطنين من الفوق. نعم. اذا انا ما بغيتش نفتح الباب، اولا السي حميد ما كانش في الدار، ثانيا الدراري صغار، والبنيته كانت متزال في عندها 40 يوم الله. يعني مازال ما كملناش بالضبط 40 يوم. اذا ما خليناهمش يدخلوا للدار، جاوا هما في الاخر، جاوا قالوا لي بان السي حميد راه توفى. خرج الله. انا والوليد انا ونوفل خارجين، حنا زدنا شويه وصلنا لفين كاينه ديك السكنه ديال رجال الدرك، وهما تيقبطوني تما. اجا الحاجه كيطلعوني في الطوموبيل انا ونوفل، داوني ضرب، طلعوني انا في الطوموبيل ونوفل بقاو خلاص كيضربوه ويجريو، سير بحالك للدار، سير هادي سير هادي. المهم وصلوني رجال الدرك، كيدخلوني قالوا لي السيلون كلاصي. هاد السيلون كلاصي هو عباره عن طواليت بلديه، وقفوني فيها ودوش هابط بالماء، وانا مازال نفيسه. الله اكبر. البنيته فين خليتيها؟ البنيته في الدار، بقات في الدار. الله اكبر. بقات في الدار. ايوا المهم بقاو تيضربوني، وداك الشيء كيدخلوا بدوك الناس اللي جاوا من منطقه اخرى، العسكر في الصحراء ولا داك الشيء جايين بدوك الشينان على وجههم، وهذا بقاو تيضربوني وهذا الى اخره. تيقولوا لي قولي قولي، مش غنقول لكم، ما نقول لكم حتى حاجه. هذه الدار ديال واحد الانسان اللي هو سياسي، دار ديال النقابيين، دار ديال الناس اللي حتى هما مشاركين في هذا الاضراب.
ولكن اننا ماشي مشاركين فيه باش غادي نديروا المظاهرات ونديروا هذا الشيء. هما اللي جبدوا الولا، هما اللي نادوا كيضربوا الناس وكيجريوا عليهم وتاي هذا حتى شبكات. اذا المهم بقيت انا عندهم تقريبا حتى 12 ديلو، انا مقبوطه في 12 ديلو. قالوا لي غتمشي معنا للدار باش غتردعي انت بنيتك البنيته ديالك وغادي نشوفوا الزوج ديالك واش كاين تما. مني جينا ما لقينا السي حميد تما، ما لقيناش في الدار، ما كانش. انا خفت لان داكشي العصا اللي كليت بوحدها نط في الصباح وخرج في عليه بطل النقابه. فين كنتي انت السي حميد داك النهار؟ كان في النقابه. النقابه تقريبا مع الساعه الخامسه صباحا بين الخامسه السادسه تنتفاجئ انه تقان في الباب ديال مقر النقابة. لأن كنت أنا والأخ العلوي تيتنا وتم اعتقاله وفي الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة على إثر المكالمة الهاتفية اللي كانت ما بينه وبين الأخ المجاهد السي عبد الرزاق عفيلال، وأنا كنت إلى جانبه، ولكن اللي اعتقلوا الأخ العلوي كانوا قدموا مدينة الرباط، إذن ما عرفونيش شخصيا. وانا ذاك حنا الحماس والشباب وخا اعتقلوه بقينا تابعينه حتى العام مقر العماله في السياره، والسياره فيها المغرب لان ديال الوكاله ديال النقل انذاك. وحنا كنا تنتظروا انه زعما سياتي، ولكن تم اعتقاله تتحكم بعد 17 يوم بالبراءه بعد ما تكونت واحد لجنه تقصي الحقائق من البرلمان. إذا بقيت مع مجموعة المناضلين داخل مقر النقابة، تخلطت عليا الزوجة وعودت لي حكات لي الأمور، ولكن المستهدف كان اعتقالها وأنني انتبان. ولكن أنا لما اتصلوا بي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الجمعة وقالوا لي السيدة طارقة فاطمة تم اعتقالها، قلت لهم هانئا لا. وما قتلوهاش بعدا كيف ما قتلوك هذا شرف. والنضال عنده داريتو من طبيعة الحال. و14 دو جنبير كانت واحد المحطة اللي غيرت سياسة المغرب. كان اتصال ديك الساعة مع الناس في المركز مع الحزب مع النقابة والحزب، وكان اتصال مكتب. اش كانوا كيقولوا لكم ذاك الساعة؟ بردوا ولا شعلوا ولا؟ لا، هو اللي شعلها هي السلطات شعلتها، لأن المواطن جميع الأبواب مغلقة، مقاهي، مطاعم، فنادق. إذا الحافلات بالمجان، الناس تيتنقلوا تيتجمهروا، داكشي تقلب عليه. اذا لا بدا هذاك محاربه الاضراب بذاك الطريقه داس لواحد الاصطدام. وذاك الاصطدام كان فيه واحد الخير كبير. اولا مدينه فاس عبرات على انها تنبود هذه الممارسه ديال التهميش وديال المؤامره اللي هي على مدينه فاس، وثانيا المغرب الجديد كل المؤرخين الحاليين المعاصرين تأكدوا أن 19 دو جنبير كانت هي السبب الرئيسي في المغرب الجديد الذي نعيش. نوفل يعني الباقي عاقل على ذاك النهار. من بعده جات أحداث مهمة صنعت المغرب الجديد. نوفل الباقي عاقل على 14 دو جنبير؟ أش كتعاقل عليه؟ كنا غادي فاش كانت دينا، أنا والحاجة هي هذيك فاش وصلنا حدا لابريكاد، قلت لهم أنا نمشي معكم حتى مع الحاجة. جا واحد كيضربني هكا برجليه، شابني في الارض، بقى كيضربوني كامل، قالك سير بحالك سير بحالك، ما عندك علاش تمشي معاه. هذيك جراو عليا، رجعت انا للدار. انت في عمرك 10 سنين ما فاهم والو، ما عارف ولا عارف النقابه وعارف السياسه وعارف كل شيء. لا شو كانت جوجا في ذاك الساعه؟ كل شيء ورا ذاك الساعه تيدير الكلمه في النقابه وفي وماشي حرام عليك اصدي حامد. ايوا لقيتي الشوكه في هذا الشيء كامل. شوف بلادنا في حاجه الى تربيه وطنيه. وفي حاجة إلى تربية مناضلين وتكوين مناضلين، لأنه المناضل كيفما كان لا بد أنه غيأدي واحد الرسالة، واحد الرسالة نبيلة، هي الدفاع عن المستضعفين، الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص. إذا لولا المناضلين المقاومين والشهداء اللي ناضلوا من أجل استقلال الوطن ما كانش يكون هذا الاستقلال. صحيح صحيح. قبل سي حميد، قبل ما نمشيو شويه للسياسه والمجال السياسي، كنشوف الابناء ديال كيفاش كيشوفوا فيك. شكون يبدا دابا كاسينو في كيف كتشوف سي حميد الشباط؟ شوف فيها حيت الصوره اللي عند المغاربه اكيد ماشي هي الصوره اللي غتكون عندكم. واه
وبلا ما تجاملوا بزاف عافاك. ما نقول شي حاجه خايبه. واخا العواشر هادو. لا المنطق المنطق. المناظر غاير على المدينه ديالو على المغرب على كل شيء كيعمل و لا ربي يوفقنا. جزاه الله فيكم كيتعصب عليكم كيتقلق عليكم كيترمضن عليكم. ايوا لابد شويه هكا شويه هكا. شنو اخيب حاجه فيه دابا كتقول يا لطيف من ذاك الوالد هذاك عاوتاني هواجه. لا ما كاينش كاع. لا ما كاينش كاع. لا ولد كاينش كاع. سبب. يلا بسم الله. نسمع كل واحد. شوف انتم اللي بغى اللي بغى شي حاجه يقولها. احنا عندكم. تفضل. اش بالك في السي حميد شباط؟ اسيدي السي حميد واحد الرجل نقابي وسياسي وتيغير على المغرب ديالو. هو رجل تيعمل مزيان وتيعمل المغرب. شنو كيعجبك فيه شنو ما كيعجبكش فيه بصراحه؟ تيعجبني فيه كلشي ما تيعجبنيش فيه كلشي. بصراحه علاقتك بالابناء ديالك السي حميد؟ وهي علاقه حميميه بطبيعه الحال. نظرا انت انه احنا اولا الزواج ديالنا كان سيد مبكرة. غنرجعوا للزواج هذاك بوحدو نخلي القصه ديالو بوحدو. اذا الابناء كذلك بدينا مباشره بعد الزواج ولهذا ملي تتلقى السن ديال 55 سنه 30 سنه كاين واحد التقارب اللي هو مهم جدا لانه الظروف ديال النضال وديال العمل النقابي ديال الحركيه اللي كنا تنشتغلوا بها كانت تضطرنا اننا في المراحل الاولى تمكنوا انه الابناء باش يكبروا معنا وباش نتفرغوا للنضال. نعم. وفي 89 اخر ذاك الساعه الولد الرابع اللي هو تسمى نضال 89 اولا في هذاك المؤتمر الحزب 89 كنت ترشحت للامانه العامه وانا شاب صغير. وثانيا جات الاضراب ديال 90 اذا كنا تنستعدوا وسميت الابن نضال معناها انه النضال مستمر. والحمد لله اللي عطى نتائجه ولهذا العلاقه هي علاقه ديال الاخوه وديال الاحترام المتبادل. ونتمنى انه تكون التربيه صالحه. الولاد تيتعذبوا من طبيعه الحال لانه تيأدي واحد الضريبه النضال ديال الاب ديالهم مساله طبيعيه. لا في الشارع ولا في جميع المراحل ديال حياتهم. وهذه الضريبه اللي من طبيعه الحال تفتخروا بها جميعا. وعلمتي ولادك يعتمدوا على انفسهم ولا فقط الوالد ديالهم؟ طبيعه الحال موجود في الدمه ما كاين لا شي تعبوا في الحياه. لا نهائيا. انا حتى في مسارهم المهني كلهم تنقول لهم فضلوا القطاع الخاص. كيف ما كان القطاع الخاص لكي لا يقال انه ابناء شباط تم توظيفهم والاخرين غير موظفين او زوجات شباط هي في الديوان او في الراف مع الوزير الفلاني. هذا تلافيتهم منذ البدايه والزوجه كما كانتش ناضلات وكافحات ومناضله باش خدات مقعدها في البرلمان وعن طريق التصويت وعن طريق الانتخابات ما عمرنا اننا قلنا وفكرنا اننا نمشيو للوظيفه العموميه لكي لا يقال ان هناك رعاية سياسي. وهذا كنت نحاربه من البدايه. وحتى حميد صبط من البدايه ديالو مشى للقطاع الخاص. اذا احنا بالنسبه لنا تنفضل انه العائله ككل الابناء والاقارب انهم يعتمدوا على راسهم في الحياه لانه احنا اعتمدنا على راسنا ما اعتمدناش على الاسم او على شيء اخر قدر ما نعتمد على انفسنا وعلى ذواتنا. والانسان لما تتخلي له حريته راه تيقوم يعطي اكثر. هذا لانه انا اكتشفت مثلا نوفل تهضر عليه الابن الاصغر 4 سنين 5 سنين تيجي من المدرسه تلقاه داير واحد الطبيله حدا الدار وجالس يعني عنده هذا ديال التجاره تيفكر من البدايه من البدايه. اذا نوفل فين ما وظفته غيمشي للتجار. باين باين. اذا ما يمكنش تجي وتفرض عليه غادي يمشي في وظيفه عموميه او مساله اخرى. ولهذا مع اللي دوزوه هما صغار بعد الاضراب 14 دو جابير راه بقات سنوات ديال المتابعات سنوات ديال قاضي التحقيق سنوات ديال الاستدعاء في لابي جي سنوات بحيث 96 96 ديك الساعه من بعد الاضراب باقي القضية لازم ما بغيتش تدوي فيها بزاف. لا من بعد اضرب بكل وضوح لانه لما التحقت بيا الزوجه في صباح السبت في النقابه لقينا في العماره
اللي امام النقابه. واحد العماره بزاج وطالين على النقابه وتنشوفوا التحركات الامن وتنشوفوا اذا بعثنا بنوفل باش يجيب لنا بعض الاوراق، بعض الاوراق يجيبهم من الدار اللي كانوا سبب الانتفاضه في بن سوده. بعض بعض الملفات اللي كانت فيهم شكايات واللي كانت فيهم مطالب ديال الساكنه، لان الساكنه كانت لا ماء لا كهرباء لا طرق لا بنايات. والالم هو لما كنا في هذاك المنزل والزاج مع النافذه تنشوفوا نوفل جا، ولكن وصل الباب النقابه ما لقاناش في النقابه. وكيفاش بقى تيتحسر وعاود زاد بحال ما لقاناش وبدا تيبكي. تكرفصوا على الوليد المسكين. لا وانت لا حول ولا قوه لك باش تتصل به. قادر شي يتحرك. لان ما كان لا تليفون انذاك لا بورطال ولا حتى شي حاجه. ولكن خصك تخليه يمشي لابد، ما يمكنش الا هذه كل اعتقال مباشره. اذا دوزنا ذاك السبت، السبت في الليل مازال ذاك الساعه العسكر هو المتحكم في المدينه، مازال حاله استثناء في المدينه انذاك، ممنوع التجوال. اذا مشينا غير في دراجه ناريه باش انتقلنا لواحد الحي اللي هو جهه بن دباب، حي عين هارون. ومازال طلقات ناريه، مازال اسلحه في كل مكان، واستطعنا اننا نتجاوزوا الحواجز ديال ديال الامن وديال التراك وديال القوات المسلحه. ما عاقوش بنا كل، لانه ما يكون ما كون الله، هذا هو الاساس. نيتكم غلبات غلبات. اذا دخلنا وفي الاخر عاود جات الحاجه ذاك الساعه، ولكن حتى هي ملي جات تدق انا ما تعرفش شكون غيدق، اذا يمكن لك شي تحل. اذا هي بالنسبه لي لا، ملي تدق وما تتحلش تقول اذا هذا تورط تم اعتقاله او ما الى ذلك. عاد من بعد عاود بعض الوقت وعاد خلاص. اذا قضينا تقريبا تما واحد اليومين تنظن، يومين. ولكن الغد ليه لحد عاود جلابه وتنكرت ودخلت دخلت للنقابه ودرت تجمع داخل النقابه وهي محيطه بالامن وهذا وتحرميات. هذا سي شاباطي اذا لا هذا العمل، هذا العمل النضالي، العمل النضالي. اذا درت كلمه لغد ليه تخرج في العالم، قلت بدا تيتساءل كيفاش تقول هذا ما كاينش ولا في دو ريشيرش انترناسيونال وهذا تيدير اجتماع في النقابه تيخرج، لان ذاك الساعه درنا اجتماع تضامني مع الاخ العلوي اللي كان تعتقل. تعتقل وصدرنا بلاغ وهذا. اذا من تما عاود بقينا في فاس تقريبا واحد 15 يوم مدينه فاس. ذاك الساعه مازال ريشيرش كيقلبوا عليك. مازال البحث. اذا من بعد جات الاحداث اللي كانت ديال العراق 91 في يناير 91. كنا تنتنقلوا عاده باش تمشي للمركز العام او تصل بشي جهه معينه، اما تيكون ذاك النهار للحرب وتتبدا الامطار غزيره. وعاد الانسان تيمكن له يتنقل، ولكن المغرب لا يخلو من خير. بحيث تنتذكر بزاف الحوادث، ولكن الحادثه اللي اثرت فيها كثير هي في الدخله ديال تطوان واحد المره باش تدوز للشاون. اييه. لان الشاون كان الاخ ديالي رحمه الله، كان مدير مؤسسه تعليميه. وعندو مشينا عاود قضينا واحد 3 شهور ولا 4 مدينه شفشاون. هي قلعه عبد الكريم بامتياز، واللي مدينه اكيد مدينه مكافحه ومناضله. وحتى الصغر ديالي قريت تما الابتدائي والثانوي في مدينه الشاون. الاخ استمر تما وحنا التحقنا بمدينه فاس. اذا كان واحد باراج ديال الدرك كبير انذاك، ولما لان كنا تنتنقلوا في الكرون تاكسي ذاك الساعه غير بجوج، تنمشيو في الكرون تاكسي جوج كورسا وتنمشيو وصافي صافي.
اذا لما وقفوا الطاكسي باين انه لا بدا يطلبوا البطاقه في ذاك الوقيته مع حرب الخليج مع احداث 14 دو جنبير مازال كان ذاك الساعه تعيين والي وعمال في مدينه فاس تقسمات لثلاثه ديال العمالات اذا لما عطيتهم البطاقه الوطنيه واش انت هو الشباط حقيقه بن سودا إيه فاس إيه تا هو الاضراب إيه وقال لي تبارك الله عليك هذه الشجاعه كلها كاينه وتزيد وتيقول لي زعما مازال كاينين رجال في المغرب اها وفاس كانت عرفات تهميش والبلاد خصها لا بدا تغيير ولا بدا خص مرحله جديده وقلموا الطاكسي وصلهم حتى لفين باغيين يمشيو هذه السلطه ولات معاك لا تقول لك كاين رجال في كل مكان لان الوضع كان وصل لواحد الحاله سيئه على ذاك المغرب انا دائما تقول 14 دو جنبير راه زاد بالنظام المغربي لمئات السنوات لانه كان واحد الاحتقان حقيقي نعم كانت بدات الهضره والكلام في المقدسات كان ولات الناس كان واحد كان واحد الضغط في النفسيه الناس اللي كانت خطيره كانت المعارضه اقوى من الحكومه صحيح سنوات الرصاص كان قبلها سنوات الدماء اذا واحد المرحله ماشي سهله نعم نعم اذا فاس دائما كيفما كانت الاحداث الا وتكون ايجابيه لصالح الوطن لصالح الوطن هذه هي القوه مدينه فاس كمدينه مقدسه.